رجعنا من جديد في في بلاي مواصلين حتى المرة الثالثة ونص في حلقة خاصة مئوية النادي الافريقي. نواصل في استقبال ضيوفنا ومعنا الناطق الرسمي السابق في الهيئة المدير التسييرية كانت في النادي الافريقي علي علولو. سيدي علي اهلا بك. اهلا بك اسلام وكل المستمعين. مرحبا بك. دونك سيدي علي البارح حقيقة تاريخ كبير 100 سنين للنادي الافريقي. يوم مش عادي نتصور في حياتك اللوبستية الكل. بالطبيعة يظل تاريخ كبير وإندات ماركونت في تاريخ النادي الإفريقي. 100 سنة ما هيش حاجة عادية، وحمد لله للجمهور تاع الإفريقي اللي عملوا في النهارين ذوما شيء كبير، شيء يعجز اللسان على وصفه. وبارامون ما زالت الاحتفالات متواصلة، خاطر كل حومة وكل قرية وكل مدينة باش تعمل احتفالات متاحة. دونك شعور قوي برشا وفخر كبير بالانتماء للقلعة الكبيرة اللي اسمها النادي الافريقي. الحمد لله. في بعض التفاصيل انا سيدي علي، وقت اللي كنت في مهامك في النادي الافريقي ولا حتى قبل وبعد، هل صار لك مواقف مع احباء النادي الافريقي قعدوا في بالك ما يتنحاوش؟ بطبيعة بيان سور. والله شو العبد من اكثر حاجات تربحهم من النادي الافريقي هي معرفه الرجال. كنقول رجال ونساء، خاطر عندنا نساء زاد اكثر من الرجال في حاجات. مواقف بيان سور، وين ما تمشي معناها تقعد في كلوب سي، وين ما تمشي تشوف عبد حتى نساء اسمك يقول لك جمعيه، ذولي ثم شعور تاع انتماء كبير برشا في جمعيتنا. وانا مره وقتها بعد ما هجينا الكوب متعدي في البياج، انا جيت شو نخلص، قال لي هكا معلم بلي فرحتونا هكا باش تخلص في البياج. هذا اكزامبل صغير معناه نسيت انكدوت على جمهور النادي الافريقي اللي في كل مكان تلقاه واللي في كل مكان يفرح بيك. وحمد لله معناها عبد ان شاء الله يكون كان في مستوى المسؤوليه وكان يخدم. لا علينا في هذا، احنا اليوم توا رجعنا سوبورتير وشيخين بالمئويه متاعنا. إيه بيان سور ان شاء الله نراو نادينا رجع على السكه الصحيحه ورجع يرجع للتتويجات من الموسم هذا. في النهارين الاخرين شفنا احباء النادي الافريقي تقريبا بالالاف في البلايص الكل في تونس الكل وحتى خارج تونس. سؤال، رغم فماش برشا القاب سيدي علي، شنو هو سر الغرام هذا والعشق بين احباء النادي الافريقي وناديهم؟ هو راهو عنده سنين توا يظلي حتى لسوسيولوج عزوا على تفسير العلاقة بين جمهور النادي الافريقي وجمعيته. بالحق معناها مش بدون غرور بدون حتى شيء، علاقة غير عادية. انا اللي نراه ما راهيش في حتى جمعية أخرى، مع كل احترامي لجمعية الكل وما نقصدوش معناها احنا اما تحس اما ماهيش مربوطة بتترويت، ماهيش مربوطة بكام بالربح، ماهيش مربوطة بالتتويج. ناس تتولد بالغرام هذا، والغرام هذا يمشي ويكبر، واللي بهتك اللي ساعات حتى بعد خساري يمكن جمهور يزيد يتكاثر. صعيب تفسيره، لكن حاجة سبيسيال برشا النادي الافريقي وجمهوره. نخلي لك كلمة أخيرة ومساج كنت حاب تعديه لحبيب النادي الافريقي ما عرفش سيدي علي. نحب نهني جمهور النادي الافريقي العزيز والعظيم بالمئوية، ونقول له كون ديما واقف مع جمعيتك. هو مش يستنى في مش أنا نقول له، خاطر جمهورنا كان ديما موجود في أصعب الفترات في تاريخ النادي، وان شاء الله جاي خير. هذاك اش نتمنى لجمعيتي، وان شاء الله ال100 سنه جايين خير من ال100 سنه اللي تعداو، رغم اللي هما في معظمهم باهين ويشرفوا وفخر كبير اللي ننتميو للجمعيه هذه. يعطيك الصحه، شكرا لك سي علي على كل هذه الكلمات في حق ناديك النادي الافريقي. اكيد 100 سنه البارح احتفل